هل أنت ناجح أم ناحب؟ الخيار خيارك. اليوم بنتكلم عن كيف ناخذ الصوت الناحب والأنين اللي بداخلنا ونحوله إلى صوت نجاح. أنا غاية البروانية، وشغفي في الحياة أني أساعد عاملي التغيير والقادة اللي موجودين إنهم يحصلوا التوازن الحقيقي في داخلهم علشان يحدث التغيير اللي خلقوا علشانه في هذه الدنيا. اليوم بنتكلم عن الأفكار اللي تجينا والأحاسيس اللي تجينا لما نتكلم عن الأهداف وعن الرؤية ونتكلم عن الطموحات. من الأشياء اللي تجينا ممكن تجي أنا دائما أفشل أو أنا فاشل، المشوار صعب، المشوار طويل، كيف أنجح في الحالة اللي إحنا فيها الآن والعالم متكركب حوالينا، كل شيء حولي ما يساعدني، كيف ناخذ كل هذه الأفكار ونحولها إلى شيء يساعدنا ويسندنا في طريقنا إلى أهدافنا؟ الخطوة الأولى إننا نقر بها ونتقبلها هذه الأفكار لأنها جزء لا يتجزأ منا. ندونها في مكان، نكتبها ونواجهها علشان نقدر ناخذ الخطوة الثانية، ألا وهي نقلبها رأسنا على عقب. المشوار صعب والمشوار طويل، لكن النهاية مجزية، والنهاية اللي بحصلها بتملأني بالأمل وبتغير حياتي، بتغير حياتي اللي حواليني. الحالة اللي احنا فيها الحين مضطربة، اوكي، احنا محتاجين ناس مثلك ومثلك علشان يبنوا العالم، علشان يحدث التغيير. شفتوا كيف قلبناها؟ فروحوا عبر القائمة واقلبوها وابدأوا ترددوها مثل المانترا أو التوكيدات اليومية علشان نذكر أنفسنا إننا أنبل من المخاوف اللي فينا. ثالثاً، نرجع للأهداف، نرجع للطموحات، نرجع للرؤية اللي رسمناها ونشوف إيش اللي خلانا نرسم هذه الرؤية؟ ليش اخترنا هذه الرؤية؟ ليش اخترنا هذه الطموحات وهذه الأهداف؟ ونخليها أمامنا علشان نقدر نحفز أنفسنا ونتقدم. الخطوة الرابعة هي الإقرار بأنه الحافز ما يكفي، الإرادة ما تكفي. الحافز والإرادة يساعدوا، بس اللي يسندهم بناء العادة، بناء عادات صغيرة علشان تساعدنا في تحقيق أحلامنا وتحقيق أهدافنا وتحقيق طموحاتنا في الحياة، علشان الرؤية اللي في راسنا تتحقق. وفي نفس الوقت إننا نحتفل بالإنجازات الصغيرة علشان يكون عندنا ثقة بأنفسنا بأننا لما نوعد أنفسنا بشيء يتحقق. والخطوة الخامسة إننا نتعود على
الاف وورد او الكلمه اللي تبدا بالفاء. لا لا لا، ما السبه الانجليزيه اللي نعرفها او اللي دائما تنحذف. انا اتكلم عن الفشل، ان نرتاح، انه كذا ولا كذا، بتجينا عراقل في الطريق، بتجينا مشاكل، اللي نبغاه ما بيتحقق بالطريقة اللي احنا نريدها. عادي نجلس وننظر إليها مرة أخرى، وفي نفس الوقت نتعلم منها كيف نتخطى العقبات وكيف نحسن من الأشياء اللي احنا سويناها وكيف نطور من أنفسنا. أرجو أنكم تكونوا استمتعتم في هذه الحلقة، وأشوفكم المرة الجاية. مع السلامة.